أكيد شفت الموضوع ده في 100 فيلم قبل كده، راجل البوليس اللي المفروض إنه هيقبض على عصابة معينة ويكون راجل قوي جدا وعنده قدرات في ضرب النار وسواقة العربيات والحاجات دي كلها، ويتنكر ويعمل نفسه واحد من العصابة عشان يدخل ما بينهم ويقدر إنه يوصل للرئيس. هي دي اللعبة اللي أنا جايبها لك النهاردة، فيري درايفر أوريجينال سين. يلا بينا. السلام عليكم يا شباب، الاخبار؟ فيديو جديد، انا احمد سامي، والنهارده انا جايب لكم لعبه من العاب المكفوفين الجميله جدا اسمها فيري درايفر اوريجينال سين او السائق الغاضب. اللعبه دي بنلعب فيها زي ما انا قلت في اول الفيديو بضابط بوليس، والمفروض ان احنا بنقبض على عصابه. هديك تفاصيل عن اللعبه، بس في الاول اللي انت محتاج تعرفه والمهم ان اللعبه دي بتشتغل عندك على الويندوز وبتشتغل على الماك واللينكس، يعني بتشتغل على كل حاجه، وغير كده بتشتغل على اندرويد وعلى الاي او اس. فانت ممكن دلوقتي تاخد الاسم بتاعها او تدوس على الرابط اللي انا سايبه لك في الوصف بتاع الفيديو وتحمله نظام التشغيل بتاعك. فهي الاي او اس مش عارف سعرها بالظبط، بس اعتقد مش مجانيه، لكن هي الاندرويد مجانيه وانا محملها عندي على الموبايل. للويندوز على حسب الموقع طبعا، في الوقت اللي انا حملتها فيه كانت لسه جديده فكانت مجانيه، فهنشوف النهارده. الفكره في اللعبه زي ما انا قلت هو الضابط اللي احنا بنلعب بيه، احنا الاول بنعمل مهمه وبنخش نتعرف على الراجل وكده، وبعد كده بيبدا بقى مطاردات في اللعبه واحنا بنسوق العربيات ومش عارف ايه وضرب نار وان احنا ناخد متفجرات ونعمل قنابل وحاجه كده في منتهى العظمه. حتى الاداء الصوتي في اللعبه واضح انه برنس، فمن غير كلام كتير يلا بينا شغل اللعبه. Welcome to Fury Driver. اهلا. Original Sin. Press the space bar to continue a previous game. Press control to start a new game. Press the escape key to exit the current game. Press page up or page down to raise or lower the background music's volume. Press C key to listen to the credits. Hey, you're back in Moon City. Well, maybe you can help Virgil run away from all the huge problems in the city. Policeman Virgil Hawk managed to get undercover in the dangerous crime of Moon City. Thanks to his driving skills, he managed to impress Mr. Sin, the most dangerous criminal in the city. Sin forced him to kill Almanon, another criminal, to prove his loyalty. And he did it, against his will. Virgil has nothing but Hill, a drug addict girl he fell in love with. He wants to run away with her. But first, he has to find out Mr. Sin's identity and destroy his criminal empire. Use Tab and Shift Tab to explore the environment, forward and backwards. Use the control key to examine the interactive elements. Spacebar to open the pause menu and the I key to access inventory. Hold the control key for 2 seconds to skip any cutscene. ايه الفكرة كلها؟ الفكرة كلها ان احنا يعني الضابط ده هو ضابط او عميل متنكر، هو بارع جدا في القتال وفي الحاجات دي كلها. غير كده هو عنده واحدة حبيبته بيحبها وعايز يهرب هو وهي ومش عايز اي حاجة من الوش ده، لكن شغله بيحكم عليه طبعا. فبالتالي من شغله هو راح للراجل اللي هو مستر سين ده او سين، واضح ان هو ده رئيس العصابه يعني، فهو عايز يعرف الايدنتيتي او الهويه بتاعته الاصليه ايه. فبسبب قدراته البرنسيه قوي في السواقه، مستر سين ده قبله معاه في العصابه وكده، وطلب منه ان يقتل مجرم معين وهو عملها، هو فيرجر ده اللاعب بتاعنا. بس المكان اللي احنا فيه اسمه مون سيتي بالمناسبه، مدينه القمر. فالمهم هنشوف يعني احنا هنساعده وهنشوف الدنيا دي فيها ايه، والمهم ان احنا نعرف هويته. يلا بينا. ودي الكنترولز بتاعت اللعبة، ركز معايا في الكنترولز. طبعا لو انت على الموبايل فهي تختلف. Use tab and shift tab to explore the environment. تاب وشيفت تاب عشان تكسبلور او تشوف الانفايرمنت وتتعامل اللي معاه. Forward and backwards. Use the control key to examine the interactive elements. كنترول كي عشان تشوف او تتعامل مع الالمنت، يعني تنتراكت، تتفاعل مع الحاجات اللي موجودة. Space bar to open the pause menu and space bar عشان تأوبن الباوز منيو أو شاشة التوقف. The I key to access inventory. والاي كي بتفتح للانفنتوري أو الحقيبة بتاعتك تشوف الحاجات اللي فيها. Hold the control key for 2 seconds to skip any cutscene. بتدوس كنترول مرتين اتنين عشان تسكيب أي كاتسين. في الموبايل الشكل ده مختلف، بتدوس بالخمس صوابع على الشاشة لمدة ثانيتين، فغريبة أوي بصراحة. مش بتحتاج تفتح فيها ناطق، ها؟ يلا بينا. First step to breaking down his empire is to find out where he manages to produce the pure drug that resells on the streets and in the palaces of power in Moon City. The policeman calls Mr. Sin on the phone. He knows that his main business is drugs, and he knows he can help him with control in the streets of the city.
If he wants to get there, Mr. Sin replies, he must first prove his efficiency once again. So, Mr. Sin entrusts Virgil with 3 tasks. Virgil assures Sin that he will perform these tasks as soon as possible. Hill offers to help him. طيب ايه اللي حصل؟ هو هنا بيكمل بقية القصة يعني. فعلى حسب على قد ما انا كنت مركز ان في حد من الشرطة كلمه وان هو يعني انا عايز اتعاون معاكم، حد كده اللي هو عامل ان هو بقى القضية برضو زيه. فمستر سن ادانا 3 مهمات وادانا قلت له ان انا هعملها في اقرب وقت ممكن. ايه هي المهمات؟ هنعرف دلوقتي. 1. He must rob the city's main bank, which is owned by the head of a rival gang, to deprive the enemy gang of resources. To do this, he tells Virgil that all the tools necessary for the robbery should be found in the city, and that he has appointed 3 experts that can help him, which he will find in the city center. الفكرة كلها في الأول طبعا احنا أهم حاجة احنا محتاجين نعملها أو مهمة في اللعبة يعني إن احنا نشوف المكان اللي مستر سين ده بيصنع فيه المخدرات بتاعته، تمام، اللي بيديها للمدينة كلها بيوزعها يعني. فالمهمة من ضمن المهام اللي طلبها مننا الراجل أو مستر سين يعني طلب مننا مهام إيه؟ ففي الأول بيقول لنا أول حاجة أنت هتروح تسطو على البنك، وأنت بتسطو على البنك احنا محتاجين يعني فلوس وحاجات عادي حرامية هيحتاجوا الفلوس عشان يستخدموها ويجيبوا بيها مخدرات وكده. معرفش بصراحة بكلف كام بس يعني ممكن تدور في جوجل لو يهمك الموضوع قوي. المهم فقال له كل الحاجات اللي انت محتاجها موجودة في المدينة وانا هشاور لك على 3 من الخبراء هم هيساعدوك موجودين في السنتر او في المركز بتاع المدينة. You have reached First Street number 19 Save Point. You save the game to بس bank. سيف البنك. يلا ما ينفعش هوت اللاب هنا بتقول لي ان هو رفض انه يدخل لانه ما معهوش لا ادواته ولا ناس. انا طبعا هروح للمكان عشان اوريك اللعبه، انت المفروض بتدور وتعرف هو فين. هنا بيشرح لي بيقول ان المكان عامل ازاي. شكل الشارع ده مش مهم قوي بصراحه. بياع. انا ماشي بالعربيه اهو بتقلب بالاسهم او شفت تاب عشان اشوف المكان اللي انا عايزه ودوس انتر. Just now, Virgil notices that among the garish and bright neon signboards of the locales, some alleys and normal buildings can be seen here and there. ايوه. More so near the northern part of the district, which Virgil didn't pay much attention to because his father's blues club was near the beginning of the place. You have reached Club District, hardware store, the blues club, to end of Club District. طبعا انا زي ما قلتلك بستعرض اللعبه مش بشرحها برضه يعني المفروض ان في الطبيعي نشرح كل مكان من دول ونجربهم انا جربت وعارف فالموضوع ده بياخد وقت اللي هو بيشرحه ده بيشرح بالظبط شكل الشارع والحاجات دي معلومات هتفرق معاك طبعا ده الالكتريك ريموت كنترولر وده الجهاز اللي انا استخدمه عشان اعمل بيه القنبله نصيحه عمري ما عملت قنبله قبل كده ولا حتى القنبله اللي بتتاكل ولا اكلتها بس يعني هنحاول ان شاء الله. اهو انت مستغرب في اختراع عندنا في مصر بيتاكل اسمه قنبله مكون من كل شيء. sparks that the thing made to set fire to a bomb able to open the bank's vault. He picks up both the controller and the machine and stuffs them into his car. To Chinese restaurant back alley. بس اه كده انا نزلت ودخلت المطعم قابل الشخص. The car he provided for the heist has been hidden near the best Chinese restaurant of the club district. هنلاقي هنا في مصنع صيني هم مصنع ايه مطعم صيني هم سايبين لي العربيه جنب. طيب. You have reached Boss Garage. Boss's car. اهو. Virgil gets on it. It will be used during the bank heist as دي هنستخدمها واحنا بنسرق بعد. Virgil go back to using his regular car after that. And also to return undercover to Moon City. You have reached end of Club District to Hacker's Condominium. Virgil has other business to take care of. He doesn't need to go there now. To Chinese restaurant to Club District. Club District تاني. You have reached Club District Hardware Store to Blues Club. To end of Club District, to First Street, number 25. طبعا لازم يكون عندك دماغ تفهم الشوارع والاتجاهات والحاجات دي يعني. You have reached First Street, number 25. Newspaper seller. This man is selling today's newspaper. People pick up this kind of job as a part-time thing,
usually to get a little extra money to live more comfortably. The Club District, to First Street, number 31. Virgil always ignored this street, but he just now noticed a weird-looking house in a space between the tall buildings. بيقول لك ان هو ما بيحبش يخش الشارع ده لكن في بيت غريب في وسط المباني. حوار كده يعني. Must belong to some eccentric rich guy around here. You have reached First Street, number 31. Toy shop, to Goddess's apartment, to First Street, number 34. طبعا حد يقول لي انا ازاي بتحرك بالسرعه دي لان انا وانا بلعب اللعبه كتبت الاماكن ورقه جنبي فبقرا منها نروح واجبني You have reached save point. You saved the game. بس اتاكد انك تعمل سيف. The cat avoids Virgil and keeps a certain distance from him. Virgil doesn't want to bother it, so he leaves it be. To First Street number 51, to First Street number 31, to Second Street number 41. عندي كشكول صغير كده بكتب فيه كل التفاصيل اللي تخص القناة بصير فيهم أبجريد You have reached 2nd Avenue, number 41 to Ghetto, to Back Street الشوارع الخلفية That's a dead end There are 4 trash bins for recycling different kinds of waste and staircases that lead to the building's rooftops. بص بقى بيجمع هنا مكونات القنبلة. You have reached Back Street. Laundry. The laundry is opened here recently. Some clothes are being washed by the laundromats inside. Surveillance expert. This should be an expert in strategies for heists. بس surveillance expert دي برضه علاقة اللي يساعدني في الاختراق. He says that he knows his name is Virgil. واحد اهو. To help with a certain operation. He tells Virgil to get in his car so that they could talk about how بيقول له اركب معايا انا يعني احنا رحنا الراجل الراجل قال انا عارفك اركب معايا في العربيه وبينصحني ازاي اعمل After this briefing he says that he's done and wishes Virgil good luck with the operation بس بيقول له اتمنى لك التوفيق بعد ما شرح لنا Laundry to Second Street number You have reached Second Avenue number 41 To Ghetto, to Back Street, to First Street, number 34. You have reached First Street, number 34. Save point. You save the game. Cat, to First Street, number 51. This is the intersection Virgil saw in the distance. The number of the road is assigned to a small stationery shop near the city's limits, on the right side of the road. The road going north still leads out of town, but to a more plant-rich environment than the nearby desert. You have reached First Street, number 51. Can of liquid glue. Oh. Can of liquid glue lies half empty on the side of the road. It's been probably left recently by someone who didn't need to use it at all. Virgil thinks that this can be used to stick together the components of a bomb that can be used to open the vault of the bank. So he closes the top of the can with some newspapers he has in the car and puts it into his trunk. To First to East Road. This road leads north up some hills and various fat plants, the vegetation of the place, surround the street. At a certain point, the road splits in half, one part going downhill toward a garage, and another leading up to an open space where a single two-story house lies isolated in a grass field. You have reached. Combat, part one. To fight. Press forward arrow to attack. Control to check Virgil's health. And space to use medicine to heal. When the enemy attacks, press the left, right, or back arrow to dodge in that direction. Combat. Part two. Virgil's gun has 6 bullets. The faster you fire, the lower the accuracy of the shots. So if you fire really fast, some shots will miss. When you run out of bullets, press shift to reload. But be careful. If the enemy is attacking while you're reloading, you'll be hit. لو العدو ضربني وانا بعمل اللود هتضرب بس كده ثلاثة من العصابة واقفين وجنبهم متفجرات فيرجل بيقول لهم انا شغال مع سن وعايز اشتري منكم هم بيقولوا فكرة حلوة لو وافقوا هياخدوا فلوس كتير فهم هيوافقوا وهم مش محتاجين انا متفجرات دلوقتي Their popularity and status would skyrocket. بس هما بيقولوا لو قتلنا فيرجل هنتشهر لان ده شغال مع سن وسن ده زي كينج بين كده في نيويورك سبايدر مان فهم هيقتلوه The shootout has begun. Shots on the left. Shots on the right.
Shots on the left. Shots in the middle. Shots on the right. Enemy. Defeated. Shots in the middle. There you are. Shots on the left. Yes. Shots. Virgil gets hit. Very shots lovely. On the right. Shots on the left. Enemy. Defeated. Shots in the middle. Shots in the middle. Shots in the middle. Victory. بس برافو ابو حميد قتلتهم الثلاثة. Virgil gets the explosives. Press control to continue. Control. Hold the control key for 2 seconds to skip the instructions. In a race, press up arrow to accelerate and left or right arrow to move. Voice will tell you where incoming obstacles are coming from. Two kinds of beeping sounds can be heard. One when an obstacle is in front of you, and another when you're getting too close to the edge of the track. Getting hit slows you down. And if you take too much time to complete the circuit, you will lose. So, go as fast as you can. Get ready. Start in. 3, 2, 1. بص بقى حاجة من أمتع الأجزاء في اللعبة. Obstacle on the right. أوف روح شمال 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 شمال. Left. يمين. Left turn incoming. Turn completed. برافو علي. Left. يلا. Left. Left turn incoming. معلش يا جماعة أصل بسجل الفيديو بعد يوم جامعة فتلاقيني مقتول تعب. Left. Left turn incoming. Turn completed. Ooh, yeah. Left. Track right turn incoming. 50%. Ooh. Turn completed. Let's go. Center. Right turn incoming. Turn completed. Right. Right. Left turn incoming. Turn completed. Left. Center. Left turn incoming. Turn completed. Right. Left. The escape is over. Yeah. Virgil successfully escaped. نجحنا. هربنا بنجاح. لحد كده كفاية. ده كان مجرد استعراض بسيط على اللعبة. رابط تحميل اللعبة موجودة في الوصف بتاع الفيديو. لو عايزين نختمها او اي حاجة من الحاجات دي ياريت تكتبوا لي في التعليقات. وبس كده. لو عندك اسئله اكتر حاب برضه سيبوا لي في التعليقات. لو انت مهتم بالالعاب المكفوفين عندي قائمه تسجيل كامله للالعاب المكفوفين سواء على الكمبيوتر او الموبايل اندرويد او اي او اس بالعربي وبالانجليزي بنت ومن غير نت كل اللي انت محتاجه في الكوكب هتلاقيه موجود هنا. بس اديني لايك للفيديو عشان تحمسني اعمل حاجات كتير واكتب لي تعليق حلو واشترك في القناه لو سمحت وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده وشارك الفيديو مع اصحابك. كان معكم احمد سامي. السلام عليكم.